بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بكم في قراءة مبسطة لسفر أعمال الرسل الإصحاح 17. احنا زي ما اتفقنا انه الرحلة التانية هتاخد معنا إصحاح 16 و17 و18. احنا في الإصحاح 17 تعالوا مع بعض نشوف خريطة الإصحاح دوت على الوايت بورد. خريطة بتاعته خريطة سهلة. إصحاح 17 أهو إحنا قربنا نخلص من 1-9. هنلاقي بولس الرسول وبرنابا في بلد اسمها تسالونيكي، ومن 10-15 هيروحوا بلد اسمها بيري، مش بوري، بيري. ومن 16-21 يروحوا بلد مهمة جدا اللي هي أتينا في اليونان. ومن 22-34 هيروح حتة اسمها أريوس باغوس. أريوس باغوس، ودي برضو موجودة في اليونان أو في أتينا. تعالوا مع بعض كده هو يعني نبص تاني، نراجع مع بعض على نيجي بقى نبص على الخريطة بتاعتنا. خريطة بتاعتنا اللي اتفقنا عليها في الرحلة دي ان هو طلع من أورشليم وراح أنطاكيا لترسوس البلد اللي كان موجود فيها، وبعد كده زي ما اتفقنا ابتدى بعد كده هو راح دربة وليسترا. وليسترا ديت اللي هي كان ضرب فيها في الرحلة الأولانية، وأيقونيا، أنطاكيا، حاول ان هو يروح غلاطيا، فيرجينيا، بيثينيا، فيرجي، بيثينيا، ميسيا، لكن الروح منعه وراح لغاية ترواس. وهو في ترواس هنا هوت شاف الراجل المكدوني في رؤيا وقال له اعبر الينا واعنا. شايفين اهو اعبر الينا واعنا، دي منطقة مكدونيا كلها اللي هي فيها بقى فيليبي ونيابوليس وبيري اللي هنشوفها دي كلها. اعبر الينا واعنا، فعبر اليه وراح عن طريق ساموثراكي لميناء نيابوليس، ومن هناك راحوا لفيليبي. وفي فيليبي اتمسك هناك واتسجن بعد ما امنت ليديا والعرافه اللي خرج منها الروح الشرير، فسجنوه. وفي السجن بولس وسيلا يصلوا فتتهز اساسات السجن ويتفتح الابواب وتسقط القيود ويامن حافظ السجن، وبعد كده هو يضطروا يتحركوا زي ما هنشوف بعد كده هوت. النهارده هنروح بقى أمفيبوليس وأبولونيا، وبعد كده بيري، وبعد كده هينزلوا إلى أتينا، وهنقف عند أتينا هنا هوت لغاية لما نشوف الإصحاح اللي بعديه نكمل بقية الرحلة ونرجع. هتبقى كورنثوس وبعد كده أفسس، وبعد كده يرجعوا تاني إلى قيصرية لأورشليم. تعالوا مع بعض نشوف الإصحاح النهارده. إصحاح جميل وبسيط وحلو. إصحاح النهارده يبتدي بعد ما أنهوا وجودهم جوه فيليبي، وطلع الأمر بأن هم يخرجوه وطلبوا أن هم يمشوا يسيبوا البلد، فيقولوا كده هوت أن هم خرجوا. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الأخوة عزياهم ثم خرج. فاجتازوا في أمفيبوليس وأبولونيا، دول مشوا فيها بس من غير ما يوعزوا فيها لأن ما كانش فيها مجمع ولا يهود، وأتيا إلى تسالونيكي. تسالونيكي ديت اللي هي عاصمة مكدونيا زي ما قلت لكم اللي في الشمال اليونان فوق، وتسالونيكي دي ميناء حيث كان مجمع لليهود. يبقى بولس دايما بيتارجت او بيروح ناحيه مجامع اليهود
ليه بقى؟ ليه ما بيروحش للأمم على طول؟ لأنه دول المدخل، يبتدي يتكلم عن ربنا، يبقى في بعض الناس الأتقياء اللي هم الأمم اللي حبوا يسمعوا عن ربنا عن طريق اليهود، أو ابتدوا يخشوا أو يأمنوا بإله يهوى أو بالإيمان بالله في حد ذاته. فدخل بولس إليهم حسب عادته. شفتم العادة بتاعته أنه هو يخش الأول على مجمع اليهود، وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب. عمال كل زي ما اتفقنا قبل كده أن هم في المجمع دايما بيناقشوا أو بيقروا الأنبياء الأصفار، أصفار موسى 5 والأنبياء، وبعد كده يقف واحد يتكلم. فهو في كل 3 سبوت كل سبت يروح، لما يقروا في الأنبياء يبتدي يتكلم معهم عن إيه بقى، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. من كل نبوات الأنبياء اللي كان بيقراها يتكلم ويوضح لهم عن أن المسيح كان لازم يتألم ويموت ويقوم من الأموات، وأن اللي بيكلمهم عنهم دوت هو المسيح الإله. نتيجة للكلام بتاع القديس بولس ده، فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. النتيجة الحلوة أنه ابتدى بعض الناس تقتنع بكلام بولس، ناس من اليونانيين المتعبدين اللي هم الأتقياء اللي قلت لكم ابتدوا يحبوا فكرة أن وجود الله وأمنوا بالمسيح، والناس المتقدمات اللي هم ليهم مركز في البلد، أو يعني مرتبطين بناس لها مكانة في البلد. مين اللي غار بقى؟ فغار اليهود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا أشرار من أهل السوء، وتجمعوا وسجسوا المدينة. إيه اللي حصل؟ طبعا الشيطان على طول يشتغل. لما لقوا أنه في ناس من اليهود ابتدت تآمن، وناس من اليونانيين ابتدوا يأمنوا، والناس اللي ليهم وضع في البلد ابتدوا يأمنوا بالمسيح، ان اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح اتغاظوا. فعملوا ايه؟ عملوا حاجة مشهورة جدا، أجروا بلطجية لو ما موجودين في السوق عشان يحركوا أهل المدينة ضد بولس وسيلة. سجسوا يعني ايه؟ يعني هيجوا الناس. وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضرهما إلى الشعب. ياسون مين؟ ياسون دوت، ياسون دوت اتذكر في روميا، ودوت قريب لبولس الرسول، وإنسان يهودي وآمن بالمسيح، وكان موجود في الوقت دوت في تسالونيكي. لما ياسون عرف أنه بولس أنه الناس جايين على البيت عنده، قاموا مهربين من بولس وسيلة. ولما لم يجدهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى ها هنا أيضا. وأنا عايز أقف قدام الآية دي دقيقة واحدة. تعبير فتنوا المسكونة، فتنوا المسكونة ليها معنيين. ممكن تاخدها بمعنى فتنوا يعني عملوا فتنة في المسكونة، عملوا هياج في المسكونة. ومعنى تاني ممكن فتنوا المسكون يعني أبهروا المسكونة بالعريس السماوي بالمسيح يسوع. وأنا بحب التعبير ده أكتر، إن هم خلوا المسكونة أغريت بحب ربنا. الناس اللي ما كانش تعرف الله أحبت الله، وشافوا الإله المحب اللي جاي يفديهم ويخلصهم من خطايا. وقد قبلهم ياسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر، قال إنه يوجد ملك آخر اسمه يسوع. قالوا إنه الناس دي اتعملت فتنة في البلد، وبيقولوا إنه بيعلموا ضد قيصر، وإنه في ملك تاني اسمه يسوع. طبعا أكتر حاجة عايز تهيج بيها الناس سياسيا ضد ناس دينيين، قول إن هما بيقلبوا الحكم على الحاكم، فعلى طول يتقبض عليهم ويعملهم مشكلة. فأزعجوا الجمع وحكام المدينة استمعوا هذا، فأخذوا كفالة من ياسون ومن الباقين ثم أطلقوهما. عايز برضو أقول لكم حتى أنه القانون الروماني يعتبر من أعدل القوانين،
زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ازاي ان هو بياخد خطوات قبل ما يحكم على الشخص. سيبكم من التطبيق، لكن هو من القانون العادل. فلما ما لقوش مشكله ضد ياسون ولا الناس المتهمين موجودين، فقال له خلاص ادفع كفاله بس يعني يمشي الناس بتوعك دولك من هنا خلاص. واما الاخوه اللي هم الناس بقى المؤمنين، فللوقت ارسلوا بولس وسيله ليلا الى بيري، زي ما قلت لكم ان هم راحوا من فيليبي، راحوا اما في بوليس وابولونيا، وبعد كده راحوا بريا الى بيري. وهم لما وصل مضيا الى مجمع اليهود. يعني حاجه جميله قوي ان احنا نلاقي ان بولس هربان، واخدين بالكم هربان مش كده، هربان من تسالونيكي، يروح بقى ايه يعني يشم نفسه شويه ويقعد يبعد عن المشاكل ومفيش داعي. لكن اول حاجه اول ما وصل بيري عمل ايه؟ دخل المجمع. سرعه الخدمه، اشتعال القلب، واحد همه خلاص النفوس، همه يوصل المسيح، يوصل الناس للمسيح، يوصل المسيح للناس، يوصل الناس للمسيح. وهؤلاء، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. أشرف يعني أفضل في المعاملة وفي الاستقبال وفي الفهم وفي التقبل. عشان كده نلاقي الكلمة اللي جاي بعد إيه؟ فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور حدث. اليهود اللي كانوا موجودين بقى والمؤمنين أو المجموعة الأتقياء من الموجودين في البلد ديت كانوا أفضل كتير من تسالونيكي في المجمع. لما سمعوا كلام بولس قالوا طب احنا يعني محتاجين نفحص، قبلوا الكلمة وابتدوا يدوروا جوه نبوات الأباء، هل الكلام ده مظبوط ولا لا، هل هذه الأمور هكذا ولا لا. أنا عجبني تعبير فحصينا الكتب كل يوم. هل أنا وإنتم بنفحص كتاب ربنا كل يوم؟ كلمة ربنا، بتقعد مع كلام ربنا، بتقبل الكلمة بكل نشاط؟ أرجوكم علموا على الآية دي وركزوا فيها في حياتكم الروحية. فقابلوا الكلمة بكل نشاط، فحصين الكتب كل يوم. كل نفسك كل يوم اسأل نفسك كده، أنا عندي نشاط إن أنا أقبل كلام ربنا، وأنا بفحص كلام ربنا جوايا يغير فيا. كانت النتيجة إيه؟ فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. طبعا كان طبيعي طالما هم فتشوا الكتب زي ما قال رب المجد وهي التي تشهد لي، فتشوا دوروا على المسيح فلقوه. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. طيب تفتكروا بقى الشيطان يسكت؟ أبدا ما يسكتش. يحصل إيه؟ يحصل الآتي. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيريه أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا وهيجوا الجموع هناك أيضا. دول بيطاردوا بولس، يعني طلعوا من تسالونيكي راحوا له بيريه، لما سمعوا أنه هو راح المجمع وابتدت ناس تآمن على إيده وهيجوا الناس على بولس تاني. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، يعني عملوا نفسهم أنهم هيرايحين ناحية البحر عشان يصفروا. وفي الحقيقة أنه كان التركيز كله فوكسينج على شخص بولس مش على سيلا وتيموساوس. تيموساوس شاب صغير لسه بيتلمز على قدم بولس وبيتعلم الكرازة، فماشي وبيشوف وبيتعلم يتصرف إزاي ويتكلم إزاي ويخش لهم إزاي. وسيلا اللي هو هيبقى اسمه سيلوانوس بعد كده، هو خادم كويس معه. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا، أخذوه بقى بريا إلى أثينا عشان خاطر يهربوه من الناس اللي جايين من تسالونيكي. ولما أخذوا وصية إلى سيلا ولتيموساوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. بولس راح معاه شوية ناس من بيري يطمنوا عليه ووصلوا لغاية أثينا. ولما وصلوه هناك، في الغالب وصلوا الناس أصدقائهم أو معارفهم هناك، رجعوا بوصية لسيلا وتيموساوس، وبولس بيقول لهم لو سمحت تعالوا لي بسرعة. فأول ما سمعوا الكلام دوت راحوا لبولس.
بولس وصل أتينا. أتينا ديت وروما دول يعني مركزين مهمين جدا. أتينا مركز الفلسفة اليونانية كلها، أتينا مركز العظمة، روما مركز العظمة كلها. وبينما بولس ينتظرهما في أتينا احتدت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصنام. شوفوا الإنسان الروحاني اللي خايف على خلاص الناس ما يقولش مليش دعوة، ما يقولش طب أنا مالي، أنا كلمتهم يا عم هم مش عايزين، عارفين الاتيتيود دوت. لا خالص، هو لما شاف كده يعني ايه احتدت روحه؟ مش احتدت روحه يعني قعد يزعق وتغاظ وكده، يعني قلبه أكله على الناس دي. فكانت النتيجة ايه؟ فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم. عمل ايه بولس؟ لا 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 لا، لما لقى انه الدنيا مليانة أصنام، يقولوا أتينا دي كانت يعني كلها معابد أو كلها أصنام في كل حتة. فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين، راح للمجمع وابتدى يكلم اليهود، وكمان يقابل كل الناس اللي هم يقابلهم في السوق. طبعا زي ما انتم عارفين بولس كان يختار الأماكن فيها تجمعات. على فكرة أبطلنا وحتى النهاردة يكون الكرازة كده، انه تروح المكان اللي فيه تجمع وتبتدي توزع وتبتدي تتكلم وتقول لهم يا جماعة عايز أكلمكم عن يسوع أو عايز أكلمكم عن الله. فقابله قوم من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين. إيه اللي حصل بقى؟ زي ما قلت لكم أنه أتينا مركز الفلسفة في العالم، وأفلاطون وكل بقى الفلاسفة اللي موجودين. كان في نوعين من الفلاسفة، مجموعات من الفلاسفة، أبيقوريين ورواقيين. أبيقوريين تبع واحد اسمه أبيقور، وكان في القرن الثالث قبل الميلاد. والراجل دوت كان فلسفته انه بصوا عيش حياتك، متع بالحياة، تلذذ بالدنيا بكل حاجة، متع الحياة وليس المعرفة، يعني ضيعش وقتك في انك تعرف. فبقى تمتع بكل الشهوات اللي ممكن انسان يعيش بيها ولذات الجسد اللي في الآخر لا تعطي راحة ولا سعادة، ولكن تعطي حزن وألم. الرواقيين كانوا ناس جاية يقول لك شخص راقي. الرواقيين دول كان كده، كانوا ناس فلاسفة يهتموا بالحكمة ويتحرروا من العواطف والمشاعر ويحرروا نفسهم من الحزن والألم. لكن أوفرول فوق كل دوت الفلاسفة كلهم لا يؤمنوا بفكرة القيامة. فلما جه بولس يتكلم قالوا تعالوا ماذا يريد هذا المهزار أن يكون؟ تعالوا نشوف الراجل ده عايز يقول إيه. وبعض أنه يظهر مناديا بآلهة غريبة. ليه بيتكلم على الآلهة غريبة؟ لأنه كان يبشرهم بيسوع والقيامة. هم كانوش مقتنعين أنه ممكن يكون في حياة بعد الموت، فعشان كده اعتبروا انه شخص مهزار، يعني راجل بيقول اي كلام. فقال له طب بص، هما برضو كان فيهم حاجة جميلة ان هما يحبوا يسمعوا فلاسفة. اي فيلسوف يحب يسمع ويعرف الرأي والرأي الاخر ويحجج او يعني ناقد رأيك ويقنعه. فاخذوه وذهبوا به الى اريوس باغوس. اريوس باغوس دي مكان عالي كده، مدرج كبير قوي، زي هيئة قضائية تشبه المحكمة العليا، يجتمع فيه الناس كلها ويبتدوا يناقشوا فيه أي أفكار جديدة أو أي تعليم جديدة أو أي فلسفة جديدة، ويقف قدام بعض مبارزة كلامية راقية جدا لكنها طبعا تقود إلى الإلحاد أو البعد عن ربنا. وقال له كده، هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم عنه أو تتكلم به؟ لأنك تأتي إلى مسامعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. في الحقيقة أنت راجل بتتكلم كلام جديد وما سمعناش عنه قبل كده، فنحب نعرف منه. شوفوا الرقي بتاع الناس إزاي. وعن قديس لوقا يحط جملة اعتراضية كده، يقول كده، أما الأثينيون اللي هم من أثينا أجمعون والغرباء المستوطنون ناس العيشة فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. زي ما بقول لكم
بتوع أثينا كانت همهم كله يعرفوا كل حاجة جديدة، كل فلسفة جديدة، كل أفكار جديدة، كل حوارات، يعني سوري في التعبير كده، هو ناس محبين للكلام. عكس مين؟ عكس الأنبا أرسانيوس، كثيرا ما تكلمت فندمت، أما عن الصمت فلن أندم قط. هم كانوا محبين للحديث والفلسفات، والفلسفة دايما تخاطب العقل أكتر ما تخاطب الوجدان والقلب، وبالتالي تقود الإنسان للبعد عن ربنا أكتر. فراح بولس في أريوس باغوس، وقف، فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال، تعالوا شوفوا بقى الخطاب الرائع لبولس في أريوس باغوس، واقف أمام فلاسفة عظام، أبيقوريين ورواقيين، كلهم ناس عندهم حجة في الفلسفة بتاعتهم، وقارئين شداد جدا. لكن أحب أقول لكم نقطة رائعة جدا، أن بولس فيلسوف، وأن بولس أنا اعتبرته كده هو الخادم المثقف. بولس كان يعرف 4 لغات، مرة بأكلمكم كده عن بولس الرسول، من هو بولس الرسول؟ يعرف 4 لغات، يعرف القانون الروماني، يعرف فلسفات، قارئ هايل للأدب اليوناني، ومحب كمان للشعر، وده اللي هنشوفه دلوقتي. فقال لهم أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا. بصوا المدخل الرائع بتاع الراجل ده، قال لهم إيه؟ أراكم من كل وجه، يعني من كل اتجاه، كأنكم متدينون كثيرا. أنا كل ما بصراحة بروح حتة ألاقي مذبح 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 مذبح، ومعبد معبد معبد. واضح أن أنتوا ناس إزاي تكسب الناس، عارفين أبو مقار وتلميذه اللي شاف كهن الأوسان، لما جه كهن الأوسان ده كان ماشي كده وبيمد، فشافه تلميذ أبو مقار فقال له رايح فين يا كاهن الوثن يا عابد الأصنام، أمسكوا ضرب. وبعد كده هوت أبو مقار جاي بقى على مهله، فقابله في الطريق فقال له إيه؟ يا رجل النشاط والهمة. فقال له أنت مين؟ قال له أنا أبو مقار. قال له ده أنا لسه ضرب تلميذك اللي قدام دوت، لأنه قال لي كذا. إزاي تكسب اللي قدامك؟ هو عمل كده بولس. قال لهم أراكم متدينون على كل وجه، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله المجهول. أنا شايف أن أنتم عندكم حقيقتين مهمين جدا. الحقيقة الأولى أنكم تؤمنون بوجود إله، والحقيقة الأخرى أنكم لا تعرفون من هو هذا الإله. فالذي تتقونه اللي هو الإله وأنتم تجهلونه، هذا أنا أنادي لكم به. إيه الروعة دي؟ إيه الذكاء ده؟ إيه التحفة ده؟ أنا جاي أكلمكم بقى بصراحة عن الإله المجهول، أنا جاي مخصوص من آخر الدنيا عشان أكلمكم عن الإله المجهول. الإله الذي، بصوا بقى المدخل، ويقولوا أنه دي من الطرق الجميلة للكرازة دايما، ابتدي مع الناس بقصة الخلق، لأن حاجة موجودة قدامه فاكت، حتى لو هم سبدي معاهم كده. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء. عايز يقول لهم آلهتكم ديت اللي انتوا عاملين لهم هياكل وبتخدموهم وتأكلوهم وتحطوا لهم عيالكم، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، ده هو اللي بيدي الحياة وبيدي النفس وبيدي كل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. خلوا بالكم هنا، لا تكلمش بقى عن إبراهيم ولا عن موسى ولا الأنبياء، ما لهمش في الحتة دي خالص، ده هو أخذهم من أول الخليقة، والله اللي خلق الخليقة كلها من دم واحد ومن كل، عشان يسكنوا في الأرض كلها، وحتى ما بأوقات معينة ويحدد مساكنه، ووزع الناس في مساكن فيه، لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه. عشان كل واحد في كل مكان يطلب ربنا ويجده.
مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيد، الرب قريب لكل من يدعو. مع أنه دي آية جميلة قوي، عن كل واحد منا ليس بعيد. فاكرين أغسطينوس قال إيه؟ قال كده هو: بحثت عنك كثيرا وعندما وجدتك وجدتك لي أقرب إلي من نفسي، وجدتك في قلبي. يعني زي ما قال بولس كده هو، أنه عن كل واحد منا ليس بعيد لأنه في قلب كل واحد فينا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وده بقى جزء من شعر واحد من شعراء اليونانيين، كما قال بعض شعراءكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. ده برضو شاعر تاني كتب كده: لأننا ذرية الله. فأخبأ بولس جزء من الشعر بتاعهم ده واستشهد بيه. عارفين كده، أنا لما استشهد بالكلام بتاعك بالجزء الصح طبعا، لأنه في جزء بعد كده هو مرة برضو أكلمكم عن بولس والشعر بتاعه إزاي، أنه لا ده في جزء بقى مش مظبوط في الشعر، لكن هو أخذ الجزء اللي يناسب، اللي يكسب بيه الأذان عشان تسمع، عشان ما يقفلوش معاه. لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، نحن ذريته، إحنا ذرية الله. فإذا نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن الله اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. يعني الآلهة اللي بتعملوها من الذهب والفضة والحجر اللي بتعملها بإيدك ده، مش ممكن ده يكون إلهك. فالله الآن، بص بقى، يخش بقى إيه للجزء المهم واللي هو عايز يوصله. فالله الآن يأمر جميع الناس، مش الكفرة، ما قالش كفرة، في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل. اللي انتوا عملتوه ده عملتوه بجهالة. عارفين كده أبونا لما يقف ويصلي يقول له: من أجل خطاياي ها وجهالات شعبك. شايفين التعبير؟ فلهم ربنا مستعد أنه ينسى كل شيء ويقبل توبة الناس متغاضين عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمعا أن يدين المسكونة بالعدل. خلي بالكم، في دينونة، وهيدين كل واحد حسب أعماله، برجل قد عينه. بيتكلم عن مين؟ عن رب المجد يسوع، مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. يبقى هو يسوع القائم إلهنا وفدينا ومخلصنا، هو اللي هيدين المسكونة. طبعا سمعوا الكلام دوت، ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون: سنسمع منك عن هذا أيضا. طبعا الناس اللي هي لا تؤمن بالقيامة اعتبروا ده تهريج، وقيامة ايه ده، احنا بنقول لك عيش وتمتع وكل واشرب وزني ومتع جسدك، لأننا نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ده واحد برضو من شعراءهم قال كده، قال لهم، قالوا له لا. لكن في البعض اتأثر بالكلام، قالوا له: طب احنا عايزين نسمع منك عن هذا أيضا، عايزين نسمع عن يسوع. طبعا لما حصل الدوشة والكلام ده، حس بولس انه مش هينفع يتكلم تاني عن ربنا في المكان، وهكذا خرج بولس من وسطهم. ولكن ايه بقى، اناسا التصقوا به وامنوا، منهم ديونوسيوس الاريوباغي من اريوس باغوس واحد منهم، وامرأة اسمها داماروس، واخرون معه. واضح ان في ناس امنوا وحسوا انه الكلام دوت لمس قلبهم، انه في اله حقيقي فعلا ونحن ذرية الله، فتحركوا وامنوا. الاصحاح دوت اصحاح جميل، عايزكم من اجل يعني ان احنا نستفيد، عايزكم تتذكروا ان هؤلاء الذين فتنوا المسكونة الرسل أثروا. أنت كمان لازم تفتن الناس اللي حواليك، تأثر فيهم بكلامك. وافتكروا أن الناس اللي هم في بيري قبلوا الكلمة بكل نشاط، فحصين الكتب كل يوم. لازم عندك الاستعداد دوت أنك تفحص كلمة ربنا كل يوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.